قصة مثل. قصة المثل لهذا اليوم اليدري يدري والما يدري كظبة عدس. طبعا قصة هذا المثل تقول أن هناك شابا قد أحب فتاة بين عائلتين، ولكن العائلتين معتبرون بينهم عداوة وكراهية، وقد استطاع كسب ود فتاته، فقام بإرسال الوفد والمراسيل لأهلها لكنهم رفضوا الزواج منها، فما كان أمام خيار إلا أن يواعد حبيبته خلسة وبعيدا عن الأنظار. وقد وجدوا مكان وهو ظلال في شتلات العدس المحصول الشتوي الذي كان يزرعوه في قريتهم. في يوم من الأيام أتيا طبعا لهذا المكان، ولكن أخوة الفتاة في هذه المرة كانوا له بالمرصاد، وانفضح الأمر فما كان من الشاب إلا بالفرار، ولكن هذا الشاب أبى على نفسه أن يأتي بكلمة سوء على حبيبته، لأن الناس بالتأكيد ستسأل عن سبب مطاردة الأخوة لهذا الشاب. فقام بأخذ كظبة عدس من محصولهم لكي يترك لهم فرصة لجواب غير اللي كان ممكن أنه المفترض أن يسألوا. فطبعا بالتأكيد لما رأوا ما فعل حبيب ابنتهم وكيف وفر لهم جواب جميل وحرصه البالغ على فتاته، تركوه يفر بجلده وتباطؤوا في اللحاق به. طبعا من بعدها ذهبوا إلى حكوا القصة إلى أبيهم، وبالتالي كانت هذه القصة طبعا هي موافقة الأب على زواج الشاب من الفتاة، وكانت هذه قصة المثل لهذا اليوم. طبعا